حدثنا اسحاق اخبرنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد ناهزت الحلم اسير على اتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الاول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجه الوداع